الحظ هي المسابقة الأكثر من رائعة بوجودكم أنتم في الميدان. معانا نصف مليون ريال كل يوم بالإضافة إلى ذهب بالإضافة إلى العديد من الجوائز، وأحياناً الصناديق تكون فارغة. لكن قبل كذا لازم أن الواحد يعدي الإيماء الأول عشان يوصل إلى المسابقة نفسها. إيماءنا في حلقة اليوم يقول أنتم شايفين السيارة هذه كلها؟ كلها هذه ماشية في خط واحد. طب إذا في سواق باص ماشي عاكس خط، ها؟ ما مسكوا المرور ولا حد اعترضه، ليش؟ إذا عرف المتسابق هذه الإجابة معنا حيدخل معنا اللعبة ونشوف حظه في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عرفني باسمك. عبد الله. عبد الله من وين؟ من عدن. من فين من عدن؟ من عدن ملة. ليش عدن حلوة؟ عدن حلوة بناسة وأهلة وبحرة و... صحيح. ومية وقوة وكل كل حاجة. صحيح. سواق باص. أنا ما ركيت بهريري. سواق باص. عشان أخليك تعيد اللحظة. سواق باص. أيوه. ماشي عكس. أيوه. عكس. سواق باص ماشي عكس. رجل المرور هذا، تعال يا أستاذ رجل المرور وقف جنبه. عاد جبت واحد يمسكنا. رجل المرور هذا ما مسكوش، ليش؟ مع إنه ماشي عكس. يمكن مرتشي. سواق باص ماشي عكس عكس. أيوه. بالخط. وانت ما مسكتوش، ما عملت كراش مخالفة، ليش؟ لا يعتبر تقصير في العمل. ها؟ مخالف. طيب هو ما مسكوش، ليش؟ يا عم عسكري كسلان مش قايم بشغله، صح ولا لا؟ غلط. ما معاك يا سوا هذا ما يمسكوش. عرفت ليش ابهر لك اني الان؟ ايوه لانه سؤال قوي. لا مش معقول، لانه مع المرور مش معقول. لا الا مشي من جنب المرور. لأن ايش؟ الشق الثاني صلاح. اي الشق الثاني؟ الجنب الثاني، الخط الثاني. لا لا ها هاي فضول، لانه ها هذا يتفضل لي بكل الاسئله يقام عليه. ما اقدر شيء مسكر انه مسرع. لا مش معقول. طريق وحيده وخط باري. لا طريق وحيده. لا دائما معكس الثاني والمرور. لا لازم هذا معكس، لازم يمسكونه. ايوه بس انا اسالك هم ما مسكوه ليه؟ ما مسكوه لانهم ناس زي هذول معاكسينهم، كلهم معاكسين الخط. محمد الروافي من ذمار. تشتري نص مليون ذهب. شي سويره ذهب؟ ذهب ماشي. ما تشيش ذهب زيت ديال امك لاختك؟ خلاص ذهب ذهب عادي. عادك تتزنط سهل يلا. سواق باص. سواق باص ماشي عكس الخط تماما، ومشي جنب خمس كبائن مرور ما وقفوه، ليش؟ وهو سواق باص. هذا تبع الحكومه. يعني كيف يعني؟ سواق باص بيمشي عكس قاطع خط عكس، مشي جنب المرور كلها متفرقوا لما وقفوش، ومشي جنب خمس كبائن مرور. ما أعتقد ربما هذا مدير المرور ولا ما كل ما يوقفوه. هذا مرور بنفسه. يعني إجابة غلط. كيف حالك؟ الحمد لله الله يحفظك. عرفني باسمك؟ أنا محسن صالح محمد العقيلي. إيش حصل لك؟ هذا لغم سؤالي. لغم؟ نعم. الله الحمد لله على السلامة. متى قبل كم؟ يمكن أربع سنوات ممكن كذا. أربع سنوات يعني من آثار الحرب. أيوه. واسمك الكريم؟ إيفان علي عبد الله مسعود. إيفان. اسمك رهيب إيفان. إيش معنى إيفان؟ إيفان الرهيب. كيف يسمونك هكذا إيفان؟ أنت بتدار اسمك؟ الله مش دار. واقتنعت على طول؟ على طول. سلامة يا إيفان، وأنت إيش فيه؟ أنا شلل إصابة بفيروس شلل الأطفال إبرة. الله. أنا عمري 4 شهور ونص. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. وأنت من وين؟ أنا من هالمحوطة. من لحق. إذا من لحق ومن تعز. طيب أنا معي سؤال. إذا عرفتم الاثنين تقابعتكم جائزة، تمام؟ واحد سواق باص ماشي في الطريق ومشي جنب أكثر من كابينة مرور، ماشي عاكس خط، ما مسكوش المرور، ليش؟ ليش ما مسكوش المرور؟ عاكس خط. عاكس خط أيوه، وهو سواق باص ماشي وما مسكوش المرور، مع إنه عاكس خط، ليش؟ سواق باص مشي برجولة. برافو عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك. باص ما داق. صح؟ سواق ماشي برجولة. صح؟ وأنت عارف صح؟ أوكي، طيب أنا بحاول أشرككم أنتم الاثنين، أنا معي الآن لعبة. اللعبة هذه قد تربح فيها ذهب. قد تربح فيها نص مليون ريال. قد تربح فيها أي حاجة. كله على الله. كله على الله. جاهزين نلعب؟ جاهز يا إيفان؟ جاهز؟ إن شاء الله. وعمي محسن، اسمك محسن. إن شاء الله. محسن نعم. إذا عمي محسن وإيفان قولوا هيا نلعب. لا شي صوت. هيا نلعب. هيا نلعب مع العم محسن وإيفان هنا في محافظة لاحق ونشوف إيش حظهم معانا في خصلة الحظ لهذا اليوم.
ايش شايف الان امامك؟ امام صناديق. صناديق، ايش توقع داخل الصناديق؟ الله اعلم. كيف حظك؟ ان شاء الله ان شاء الله خير. حلو ولا زفت؟ يعني نص بنص، 50-50. وانت يا عم حسين كيف حظك؟ حلو ولا زفت؟ كله على الله. كم معك اولاد؟ يعني 8. 8، الله يعطيك العافية. وانت معك اولاد يا ايفان ولا؟ الله يوفقك ان شاء الله. الان نشتي ندور السهم، والمكان اللي بتوصل لعند السهم تبقى الخزنة حقه، صح؟ وانت بعدين حرار، يا تبيعوا يا تشتروا. طيب كيف بتدوروا بالسهم الان؟ كيف ندور بالسهم؟ تسمحوا لي ادور السهم بدالكم؟ تسمحوا؟ وبهذه العصب خبشارية ليقوم بتدوير السهم ونشوف ايش حظهم. وانا اللي حدور السهم يعني تقديرا للحالة الصحية لكونهما لا يستطيعان ان يقفا من الكرسي المتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ندور السهم ونشوف ايش الحظ اللي ممكن يوصلوا لعنده في الخزنة ايفان والعم محسن. هذه بس انا ما عجبنيش الصوت، انا ما عجبنيش، انا تعجبني هذه الخزنة، تعجبني هذه الخزنة. موافقين انتم على هذه الخزنة ولا لا؟ بسم الله. موافقين؟ موافقين. اذا عم محسن وايفان من الاخير وبدون وجع قلب اعطي لك 10,000 ريال واخذ الخزنة. انا على الله مش قاري، انا قاري. ايوه، ما انا اقول لك اعطي لك 10,000 واخذ الخزنة. لا، 20,000 ريال وتبيع لي الخزنة. لا 20,000 تبيع لي. اسمع مني، اسمع اسمع وخلي عم حسين ايش نزهلقه. عم حسين اعطيك 30,000 ريال تاخذ الفلوس لك وحدك ونزهلق ايفان. لا نزهلقه، ما يدري ايش ماجد. لا الا لا، 30,000 لك وحدك. لا 30,000 اصل الله حصل قرطاس داخلها بلا كذا فاضي. انا قانع بالله، حتى لو قرطاس فاضي، حتى لو قرطاس فاضي. 40,000 ريال لك وحدك من غير العم حسين. لا مع العم حسين. انا مع العم حسين. ايوه قولي له يبيع الشقي بال 40,000 ياخذ يبيع الخزنه. قولي له بسم الله. قل بسم الله يا ايفان. بيع يا ايفان. ايفان بيع. ما رضيش، جالس احاول احرش بينهم الاثنين من هنا من هنا، مش راضيين يبيعوا. كيف اعمل؟ كيف اسوي؟ عم حسين 50,000 ريال لك وتبيع الخزنه. قلت لك حتى لو تقولي مليون 50,000 ريال وتبيع. لو تقولي لي مليون ب10. 50,000 ريال لك وتبيع. 50,000 يبيعوا ولا لا؟ يبيع. لا الا. لا 50. لا يا 60,000. لا 70,000. لا 75. لا 80,000. لا 90. مئة ألف ريال يا عم حسين. مئة ألف حلوة. لا لا لا. بمئة. بمئة. توكل على الله. توكلنا على الله. باع. توكلنا على. باع عمي محسن، باع بمئة ألف. إيفان باع بمئة ألف. لا أنا حظي فيها. أنت مصمم؟ راضي. هو باعك وباعها. باعك وباعها. 110. 110 بيع. اسمع مني بي. بعنا. باع باع باع. إذن عمي محسن باع بمئة ألف ريال، وإيفان باع بمئة وعشرة ألف ريال. كم بمئة بابيع؟ كيف بتبيع بمئة؟ عشرة. لا بمئة وعشرة ألف. كم؟ مئة عشرة. خلاص هم باعوا وأنا اشتريت والخزنة حقي، وعمي محسن وإيفان باعوا في هذا الحظ. بس قد يكون داخلها نص مليون. ها؟ قد يكون داخلها نص مليون. الحاصل يكون داخلها نص مليون. قرها عليك النص. على الله يكون حتى أصل الله. أقول لك 20,000 فلوس. بس أنا أشك تأخذ الخزنة أحسن من 100,000. المهم أنا متشاك. خزنة ولا 100,000؟ خزنة. 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 نعم نعم. إيفان قد يكون داخلها نص مليون. الله حلال خزنة. خزنة ولا 100,000؟ خزنة. خزنة. تبيع ولا تشتري؟ بنشتري. إذن ما بين الاثنين
باعوا واشتروا باعوا واشتروا في الأخير صمموا على الخزنة. نشوف الخزنة. جاهزين؟ 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 نشوف إيش موجود في خزنة. فاضي 110 110 أحسن. فاضي فاضي الحاصل الحاصل اللي يكتب الرحمن. إذن كان معنا في هذه الخزنة من حلقة اليوم من لعبة الحظ نص مليون ريال. نقسمها هنا في حلقة اليوم من سارة السعيدة. لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة. كونوا معنا.